بقولك نصيحة من القلب، واحد مجرب، لا تسلف أي أحد ولا تعطي أي أحد إلا توثق الأمر. السلف والشجاعة والكفالة أولها شهامة وآخرها ندامة. توني طالع من محكمة، في ناس كثر يستاهلون شرواكم إني أكفلهم وإني أوقف معاهم وإني أسلف إني أعطيه، والله لو يطلب شو ما يطلب يستاهل. هني الأخوة، بس بعض الناس أخوته بس بالمال، بعد ما يأخذ المال، بعد ما يأخذ حقه، سبحان الله. أرثر طالب محكمة تدبست بمبلغ كبير، الكفيل وينه؟ توارى عن الأنظار. أعرفكم ولا أعرفه؟ لحكم دقيت صدر، أبشر بساعدك، حاضر. ولو كان أخوك ونعم فيه، وقف مع أخوك، وقف مع بني عمك، وقف مع الناس اللي يستاهلون، اللي يستاهل. احذر من الشوك وحروفه، قال ياها أبوي، احذر من الشوك وحروفه، شين واو كاف، شوك، كلمة شوك، شراكة، وكالة، كفالة. أتشارك أحد؟ أقسم بالله كريم سقطت الأقنعة، وبال كل إنسان على أصله وتربيته، طعم في الذمة، حب للمال، عنده أنا أهم شيء مالي وحقي، أنا ربحت صديقك، خسرت له، إحنا شركة مضاربة، متساويين بالربح والخسارة، خسرنا خسر جميع، أنت حضرت بس تبي أرباح، وإن خسرت خسرت أنا عادي بروحي، هذا محرم، إحنا شركاء، هذه شركة المضاربة، الجهد من جهة والماء والعمل من جهة، أو والمال من جهة، فإحنا شركاء. فأتمنى منكم يا جماعة، وثقوا الأمور، اكتبوا العقود، لا تستهين بأي محامي، لا تستهين بأي شيء، سجل عند واحد ثقة ولا سجل عشان تضمن حقك، من باب النصيحة، ولا تنقرصوا مثلي.